قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه الآية في سورة النساء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم، فكأن فيه إشارة إلى ما قالوه من القول الباطل، سواء كان هذا القول لليهود أم للنصارى، فإنما قالوه في عيسى عليه الصلاة والسلام هو الباطل بعينه وليس هو الحق. ولذا قال: إنما المسيح، وإنما أداة حصر، وهي من الطرق الأربعة التي يؤكد بها الكلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كأن المعنى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله. وهذا المعنى موجود في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قبلها بآيتين أو نحوها قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فجاء هذا المعنى يرد عليهم، إذ قال الله عز وجل عن هؤلاء: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم قال عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها، يعني أنه خلقه بكلمة كن، ألقاها إلى مريم وروح منه. وقلنا إن هذه الكلمة وهي روح منه قد أضلت النصارى ومن ضعاهم